ايلا هون عندكم بالوسط، ايلا بالوسط، فلازم نعمل اي شيء بدنا اياه ونرجو هذا. واحد اثنين ثلاثة، يلا اقنعوا ايلا. تعال يلا بيبي لك الدوري بالدوري لك روان. شو عم تسوي؟ بلعب مع ايلا. شو رايك اذا عم تلعب مع ايلا نعمل تحدي مع ايلا ونشوف من يفضل اكثر؟ كيف يعني؟ يعني نعمل تحدي، مثلا انا بجيب شغلتين اوكي؟ طيب بنحط واحدة معك وواحدة معي ونحط ايلا بالنص، هي اذا تيجي عند الشخص اللي هي واللي تيجي انا لازم ناكل الشغلة اللي احنا كلنا ماسكينها. كاميرا كاميرا؟ والله ما تطلع هلا. اوكي جايز يلا نروح التحدي. اوكي يلا. بيبي لولو حبيبي يلا هاي انت. انا متابعتكم روح تابعوني سوي فولو. اوكي جايز في فيديو اليوم واللي هو البيبي راح تتحكم باكلنا وحتفهموا الفيديو لكم ما تقولوا الاخر. يلا نبلش بالفيديو. يلا روان تعي، يلا ميرا، ويلا تعالي تفهميني شوي زياده. لا انا اوكي هلا بمشي حالك. تعي اول شيء نروح نجهز البوزيشن. اوكي يلا. اوكي جايز فاليوم ماما عم تسوي لنا برياني هندي ويا كثير متحمسه اكله، فهلا رح نشوي الشيش طاووق ورح نورجيكم كيف حنعمل البرياني الهندي. ليتس جو. اوكي ماما بلعنا النار عشان نعمل برياني الهندي ويلا انا عم بسلق الرز. هلا ماما عم تسلق بالرز وانا بدي احط الشيش طاووق على النار فحم يعني. هلا الشيش طاووق صار جاهز وعم نعمل عجينه. هاي لولو. هاي لولو. هلا راح نحطه هون مع خلطة البرياني واحط عليه الرز وراح نعمله على الفحم. هلا ماما بعد ما جهزت الفخارة الأولى راح نسوي الثانية، راح نحطها هاي وين على النار. فهلا بابا قال لي انه لازم نحطها ثلث ساعة على الفحم وبعدين ناخذها بعد ثلث ساعة، فرح نخليها ونروح نعمل الثانية. وهيك بصير شكلها لما تطلع من النار. شوفوا اللون من جوا. واو هاي البرياني هيك شكل الدجاج. جربوها بالبيت رح تعجبكم كتير. وهلا بعد ما خلصتوا عشاء واكلتوا برياني عجبكم اول شيء؟ عجبنا. اوكي صحتين وعافيه. هلا رح نلعب لعبه مع ايلا، هي رح تتحكم فيكم. كل وحدة حابة تاكل شغلة منكم التنتين تروح تجيبها وبعدها اللي بتقنع ميرا اللي بتقنع ايلا تيجي عندها اول رح تاكلوا هاي الشغلة انتوا التنتين. اوكي رح اطبخ. فانا جبت تشيتوس لانه انا نفسي اليوم اكل تشيتوس مره، وانا جبت معي ليمون فحخليهم تاكل معي ليمون. رح نحرك اي شيء بدينا اي شيء. ايلا هون عندكم بالوسط، ايلا بالوسط، فلازم نعمل اي شيء بدنا اياه ونرجو هذا. واحد اثنين ثلاثة، يلا اقنعوا ايلا. تعال يلا بيبي لك الدوري بالدوري لك الدوري. روان حتاكلوا تشيتوس، حتاكلوا تشيتوس. انا مبسوطة انه مو حلاقي، انا مبسوطة ايش عندي. صح لولو؟ صح لولو؟ هلا احنا اكلنا تشيتوس بعدين نعمل الجو الثاني. هلا ايلا فازت. ايلا هنعطي ايلا هذا الشيب علشان هي اللي فازت. ايلا ايلا لف عمرك علشان ما تزعل. مو هذا اللي بدي. ايلا عشان ما تكون الحكمة عليها. خذي ايلا يلا هذا لك. مالتيزز واللي هي شوكولاتة اللي بحبها. انا اخذت خيار انه انا بتحب هيك الزوايا فيمكن تاخذها.
مرة. إذا اختارت الخيارة الثنتين حتاكل. يلا واني. احنا لازم ناكلها مشيه انا اللي فازت شوفي روان بعمل هاي لانسي شوفوا اورا بتاكل خيار الغاشوف يلا تهلا هنا اي لا نفوز هنا تهلا جاي ويلا ما ضلني فوز اوكي جايز هلا انا اخترت مصاصه ورين اخترت انتي كثير يلا يلا نروح للجولة اللي بعدها بس انا هلا اخترت انا اخترت هذا الشيء ما في كثير انا وريم بدل الاماكن شفت اذا قالت تروح على المكان ولا على الشيء وانا اخترت الشيء اللي بدي اياه شو اخترتي انت روان انا اخترت منتو وانا اخترت الفلفل الاخضر بلكي نحسها خيار تعال 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 اتوقع لحظه كل بالفعل طلع عشان المكان ولا انا مش عارفه ميكروفون اوكي ريان خذي ريان فانا عشان هيك حبيت انه اجيب موز وريان جاب الفلفل الاحمر هاي الجوله الاخيره اذا اي اختار الفلفل الاحمر يا رب تختاروا حتاكلوا الفلفل الاحمر هاي الموز حتاكلوها بالنص اوكي ايلا 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 طيب المهم طيب ترى مو اوكي جايز انا فزت بالتحدي خلاص اليوم بس ترقبوا انه هذا الاسبوع ايلا وميرا واحنا حنصور فيديو كليب لايلا بما انه هي تولدت وهيك وهذا كان فيديو اليوم اذا حبيتوا تنسوا اللايك سبسكرايب كومنت شير اشعارات باي حتلاقوا تيك توكنا تحت بس نقل وصل